ولكن هنروح لتقرير من نادي الأهلي الجزيرة علشان نسمع ونشوف آراء الأعضاء اللي لسه مكملين معاهم في تحليل مباراة مصر وروسيا. المنتخب خسر من روسيا 3-1، لكن عايز أعرف تعليقك على النتيجة وشفت المباراة إزاي؟ والله هو الفريق لعب كويس الشوط الأولاني، بس يعني نزلنا الشوط الثاني الثقة ما في يعني خليتهم ان هم يتغروا تقريبا، ده توقع يعني ان هم شويه يتغروا. ف اللي حصل يعني ان احنا ارتبكنا، جه اول جون غلطه من احمد فتحي، بعد كده الصفوف كلها ارتبكت، جه الثاني في الثالث وما عرفناش مين مسؤول عن الخساره. يعني شفت الخساره سببها مين؟ لا من التيم كله، مش واحد بعينه يعني. برضه واخد وجهه نظرك، يعني هل في حد تسبب في الخساره النهارده، سواء في تغييرات المدرب اتاخر في التغييرات، الاداء التكتيكي، ما عندناش استراتيجيه في الهجوم بتاع منتخبنا عبر ماتشات كبيره مش ماتشات النهارده بس؟ بص انا شايف ان هم الشوط الاولاني احنا لعبنا كويس جدا، لكن الشوط الثاني اللعيبه لعبت بنفس الطريقه، وانا كنت شايف ان احنا مش عارفين نهجم عليهم بنفس الطريقه دي، فما عرفناش عشان كده نهدف، فهو ده اللي كان عامل المشكله. وانا شايف ان في امل يعني، بس امل بعيد شويه وامل صعب. لا مش خرجنا، لا في امل انه ممكن يحصل ان احنا ندخل، اللي هو على اساس ان بكره السعوديه تكسب اوروجواي وده حاجه صعبه جدا، وروسيا تكسب اوروجواي برضو، واحنا نكسب السعوديه بفرق سكور، فساعتها احنا هنتاهل. طبعا عندك امل؟ انا عندي امل في ربنا بس مش اكتر. مين افضل لعيب النهارده في منتخب مصر؟ افضل لعيب في منتخب مصر تريزيجيه ووردة، رغم ان هو شارك في اخر 10 دقائق. شكرا. ميرسي جدا. عايز اعرف تعليقك على النتيجه، شفت النتيجه ازاي وخساره وسبب خروج يعني المنتخب يعتبر خرج من كاس العالم. بص طبعا احنا تقريبا خرجنا يعني، بس في فرق كبير في المستوى يعني، كل واحد عمل اللي عليه والحمد لله يعني، خلاص مش هنقدر نلوم حد يعني. كنت تتوقع النتيجه؟ كسبنا، لو كنا كسبنا طبعا كنا هنقول ده افضل منتخب وافضل خطه وافضل تشكيل، بس خلاص يعني. كنت تتوقع النتيجه دي؟ لا طبعا كانش حد، كنا كلنا متفائلين يعني، كنا كلنا نفسنا نكسب يعني. ف كوبر وجهه نظرك ممكن يكون مسؤول عن الخساره؟ شايف ايه اداء كوبر مع المنتخب؟ ما انا بقول لك يعني احنا لو كنا كسبنا كنا هنقول ده افضل مدرب وافضل تشكيل والكلام ده كله، فما بحبش يعني لما نخسر نفضل ننتقد او نهاجم فيه. رايك ايه في الماتش؟ هو عشان احمد فتحي لما جاب جون في نفسه، هي روسيا خدت الثقه ان هي تقدر تجيب جونين كمان، وبس ما على الاقل مصر جابت جون يعني، برضه حاجه حلوه. التغييرات اتاخرت، شايف ان كوبر ما تعملش مع الماتش كويس؟ كان يعني المفروض كهربا ينزل، رمضان صبحي ما كانش ينزل، كان تريزيجيه يفضل يكمل الماتش، وكهربا كان ينزل من بدري بدل مروان محسن. كده خرجنا بنسبه كبيره، ولا انت شايف المنتخب ممكن يعمل حاجه في ماتش السعوديه؟ ممكن يلعب حلو يعني، هو لاعب حلو ضد روسيا، فاكيد يقدر يكسب السعوديه ان شاء الله. في اداء المنتخب النهارده والخساره من روسيا، شايف الماتش ازاي؟ جدا 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 جدا، وده مش اداء منتخب مصر في النهائي، واللعيبه تايهه في الملعب ومفيش اداء ومفيش تكتيك ومفيش اي حاجه. طيب التغييرات اتاخرت، الشوط الثاني بدانا بشكل وحش، ايه الاسباب؟ واحنا بدانا الشوط الثاني والاول بشكل سيء جدا يعني، مفيش منتخب، انا من وجهه نظري ان مفيش منتخب، كوبر ده ضيع المنتخب بس، هو ده اللي انا اقول، ما عنديش حاجه ثانيه تتقال يعني. خرجنا يعتبر، لكن ماتش السعوديه ممكن يلعب يعني حفظ ماء الوجه، ولا انت شايف خلاص المساله بالنسبه لنا كده كل حاجه انتهت؟ حفظ ماء الوجه ايه بس، احنا والسعوديه مع السلامه كده بس خلاص. شكرا. برضو اسالك يعني، شفت المنتخب النهارده ازاي والخساره من روسيا؟ وروسيا مش من المنتخبات الكبيره في العالم او حتى في كاس العالم، لكن خساره مفاجاه ولا كنت متوقعها؟ لا متوقع 1-0 يا نخسر 1-0، بس مش متوقع ان كوبر نفس اللي في دماغه طول الماتش. طب ما تسيب اللعيبه خلاص بقى، انت دلوقتي يعني كنت معتمد على خطه والخطه فشلت. احمد فتحي مع احترامي ليه طبعا بموت فيه كل حاجه، هي غلطه دفاعيه زي اي واحد يغلط عادي تمام، وبعد ما الجون جه لعبوا احسن، خد بالك يعني بعد ما الجون جه فينا لعبوا احسن، في الاول ما كانش بيلعبوا كده خالص، بس هو يعني بس حاجه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. بس اتمنى ان شاء الله في السعوديه بقى يسيب بقى الفرقه تلعب بمزاجها، مش كل هو مكتف الفرقه، هو مكتف الفرقه ومخوف الناس كلها في الفرقه ومفيش تغييرات، والتغييرات اصلا ورده اللي انت نزل ورده دي. طب هل دي امكانيات لعيبه مصر، ولا مصر عندها امكانيات اعلى من كده لكن كوبر ما بيعرفش يهاجم؟ لا يا امكانيات مصر، ما اقدرش اقول لك امكانيات مصر ولا لا يعني، كايت كوبر طبعا المدرب ده مدرب احسن مني طبعا وعنده خلفيه اكتر مني، بس مش انا اللي بس الوحيد اللي بيعمل عليه كده، العالم كله بيتكلم عليه كده، اللي هو بيهاجم بيدافع بس ما بيعملش اي حاجه خالص بس. واتمنى ان شاء الله يبقى مدرب منتخب مصر غير كوبر ده خالص ان شاء الله المره الجايه. تسلم لك.
برضه مستمر معاكم واسالك على النتيجه والخساره من روسيا، وجهه نظرك يعني مفاجاه ولا كانت متوقعه؟ لا اخطاء ساذجه جدا من المنتخب المصري وسبب تغيير كوبر لتريزيجيه، مش ممكن يعني. الراجل كان بيلعب كويس، بتغيره ليه في الوقت دوت؟ كنا محتاجينه في الوقت ده جدا يعني، اكتر من رمضان صبحي. بعدين انت طلعته، بعدين حضرتك يعني كوبر نفسه العيال فيه اخطاء ساذجه بيعملوها، هم ادوا اللي عليهم، ما نقدرش نقول حاجه. بس للاسف الشديد الاخطاء دي ما يقعش فيها منتخب زي مصر يعني، بس الحمد لله. ده مسؤوليه كوبر عن النتيجه والمباراه، هل مسؤول؟ هو الاساس في الموضوع كله كوبر. التشكيل نفسه اللي منزله، الوضع اللي عمله، التغييرات اللي عملها، ما عملتش حاجه التغييرات. هي عملت ايه؟ غيرت ايه التغييرات؟ ولا اي حاجه. ما عملناش حاجه، كنت سيبهم زي ما هم موجودين. عبد الله السعيد كان اولى واحد لازم يطلع في الوقت ده. في الوقت ده كان عبد الله هو اللي المفروض يطلع، ما ادي شيء خالص. وما مونش صلاح باي شيء. نزلت كهربا من البدايه طيب. عشان يمون صلاح يعمل اي حاجه، لكن ما فيش. المدرب ما بيعرفش يهاجم. لا. هو دفاعه للاسف الدفاع اخطاء منتهى السذاجه كلفتنا 3 جوان. والحمد لله. الحمد لله. أنا أسألك عن المباراة والخسارة من روسيا، يعني ماتش نتيجته مفاجأة ولا كانت متوقعة في ظل الأداء اللي بيأديه كوبر مع المنتخب؟ لا، أنا شايف إن المدرب هو اللي أخطأ في الشوط الثاني بصراحة. أخطأ لأنه فجأة كان بيدافع الشوط الأول كويس، أول 20 دقيقة. بعد كده عملنا هجمات كويسة وكنا اللعيبة كانت رجالة بصراحة. بعد كده في الشوط الثاني لا، الشوط الثاني وبدأ حتى يهاجم جامد، والباكين اتحركوا والدفاع ما كانش كويس وأخطأنا جامد، وروسيا أصلا مش جامدة يعني، هي مش هتكمل. ومصر مصر كانت كويسه، بس هو مدرب كان وحش جدا بصراحه. مدرب كان سيء جدا، تغييراته وطريقته. لا، عمرو ورده كان كويس وعمل فرق، محمد صلاح كان كويس لحد ما التغيير متاخره جدا، لكن المدرب كان سيء جدا بصراحه، لكن اللعيبه كانت رجاله بالظبط. برضه اسالك عن المباراه، يعني النتيجه بالنسبه لنا مفاجاه، لان كنا متوقعين المنتخب بعد اداء اوروجواي يعمل حاجه قدام روسيا، وروسيا مش من الفرق الكبيره. فشايف صفر لو الماتش ازاي؟ والله اللعيبه رجاله وعملوا اللي عليهم، لكن الحقيقه الخطط اللي محطوطه سواء في الماتش الاولاني او في الماتش الثاني، يعني انا شايف انها خطط غلط. يعني طبعا انا مش متخصص ومش مدرب، بس يعني احنا طول عمرنا بنتفرج على كوره، وشفنا كاس العالم قبل كده في 90، وشفنا الجوهري كان بيعمل ايه. فالحقيقه يعني المدرب ماشي بدماغه غلط، ولو كنا لعبنا الماتش دوت بنفس الخطه بتاعت اوروجواي وكان يبقى فيها هجمات مرتده، اكيد كان هيبقى في فرق يعني. هل كوبر بيتعامل مع امكانيات لعيبه؟ دي امكانيات لعيبه عندنا، ولا هو كمدرب مش واقعي وما بيعرفش يلعب بطريقه هجوميه؟ لا، كوبر ده ماشي بدماغه وعنيد، وبيمشي اللي بدماغه وخلاص، وما بيهموش لا مصلحه فريق ولا مصلحه بلد ولا اي حاجه خالص. اخر سؤال، يعني من وجهه نظرك شايف المنتخب اجمالا في كاس العالم، شايف الاداء يعني متوقع وشايف الشكل كويس ولا الاداء كان سيء؟ لا، اللعيبه رجاله بس المشكله في المدرب. المشكله في المدرب. وطبعا كان المفروض يلزم محمد صلاح في الماتش الاولاني، طبعا كان يقدر يلعب. فرصه مش هتجيلنا تاني اصلا. يعني فرصه احنا كمصريين مش هتجيلنا تاني. لكن هو كمدرب ضيع ماتش الاولاني وضيع ماتش تاني. ويا رب ما يضيعش ماتش السعوديه. فاعتقد المدرب لازم يمشي. كانت المجموعه سهله، كانت فرصه نتعدي الدور الثاني؟ طبعا كنت تقدر تتأهل. طبعا لو كان بيلعب وخطه محترمه كان يتاهل. لو كان لعب زي خطه الماتش اللي فات كان يقدر يتاهل. لو محمد صلاح بيلعب، محمد صلاح من قال لي فرصه الكره بتجيله ممكن يجيب جون لو كان بيقفل صح وبيلعب، لكن هو من اول جون الماتش خلاص باظ. شكرا عليك. اتفرجت على الماتش وشفت الماتش ازاي؟ الحمد لله، يعني الحمد لله اللي حصل. ان شاء الله ربنا يوفقنا في بطوله ثانيه باذن الله، وكله خير باذن الله ان شاء الله. زعلان على النتيجه ولا زعلان على الاداء؟ لا، الحمد لله هم عملوا عليهم، بس كان التوفيق بقى هو اللي كان ناقص. بس الحمد لله يعني هم عملوا اكيد اللي عليهم، بس الحمد لله. كوبر وادائه مع المنتخب والماتش النهارده تحديدا، شايف ان هو ضيع فرصه كويسه للتعاون من المجموعه دي في ظل ان هي مجموعه مش مجموعه صعبه؟ بس اكيد كان لي وجهه نظر ثانيه، يلعب هجوم احسن من الدفاع، بس طلع ان الدفاع كان احسن بكتير يعني الحمد لله. بس كان لنا بيلين ثانيه وما اتحسبتش، لولا كان لو شافوه في الفيديو كان اتحسبت. بس مين احسن لاعب في المنتخب النهارده؟ احسن لاعب مش عارف. لا، مين اسوأ لاعب النهارده؟ ما كانش كويس النهارده، في ما كانش في الفورمه بتاعته، كانش يعني ما كانش اداء كويس النهارده. بس شكرا. العفو. برضه معايا اسره مصريه كانت بتتابع المباراه في النادي الاهلي، عايز اسالكم يعني على المباراه، مباراه المنتخب امام روسيا والخساره. اولا، كنت تتوقع الخساره والخروج بهذا الشكل بهذه النتيجه كمان قدام روسيا؟ لا طبعا يعني.
نتيجة كبيرة جدا وما كانتش متوقعة خالص. كان متوقع ان احنا على الاقل يعني كان بيبقى فيه تعادل، لكن المنظر ده كان سيء للغاية. يعني مش هو ده المنتخب اللي احنا كنا متوقعينه، ومش هو ده اللي احنا كنا عايزينه. الاسباب ان احنا فريق تصنيفه اعلى من روسيا في التصنيف، وفرقتنا فيها من ناس مهاريين كتير ما استغلش دوت، وبرضه محمد صلاح اثر شويه، لسه برضه رجوعه للمنتخب او الفتنس مش قوي. وهفضل نعمل ايه؟ كوبر، رايك كيف مستوى كوبر وادائه في افكاره مع المنتخب؟ لا يعني احنا طبعا يعني في اعتراض تماما على طريقه لعبه في المنتخب، ما فيش هجوم خالص، نفس التغييرات بتاعت كل مره، وما فيش برضه كنا شايفين قبل كده التغييرات دي ما عملتش حاجه، وبرضه بيعمل نفس التغييرات يعني ما فيش جديد يعني. برضه اسال حضرتك الفكره، انتوا كلكم جايين لابسين تيشيرت منتخب مصر، حضرتك وزوج حضرتك وحتى ابنك كمان لابس تيشيرت منتخب مصر، اتجمعتوا عشان تشجعوا، لكن للاسف يعني الخساره هي اللي خرجت بيها النتيجه. اه الحمد لله، هو الاداء ما كانش متوقع بصراحه، كان المفروض يعني كنا متوقعين اداء احسن من كده، وكنا نتمنى نفرح يعني، بس ما حصلش حظ يعني. فكره بقى انكم تلبسوا تيشيرت المنتخب مع بعض، يعني دي كانت فكره جمعتوها ازاي؟ لا جمعناها قلنا عشان يبقى فيه روح بس، نقدر نشجع ويبقى نحس ان احنا معاهم بس. اه كلمه تقوليها للمنتخب بعد الخساره، يعني هل كوبر مسؤول ولا شاف الخساره مين؟ كل الاطراف اكيد مسؤوله، في كان في اخطاء فتحوا نفسهم قوي للفرقه الثانيه، عرفوا الاخطاء يدخلوا منها، وهم سابوهم يستغلوا الاخطاء اللي عندهم يعني بس.